بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هنأه جلالته فيها بنجاح الرحلة التاريخية التي قام بها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وأول رائد فضاء عربي على متن محطة الفضاء الدولية وأشد جلالته بهذه الخطوة المتقدمة والتي تعد نقلة نوعية في توجه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال الفضاء، متمنيا جلالته لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.